رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، ونرحب بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ محمد سمير البنا من علماء الأزهر الشريف، مرحبا وشيخنا الفاضل الشيخ محمد عبد الصمد من علماء الأزهر الشريف. مرحبا بك يا أستاذ محسن. والأوقاف برضه ما تزعلوش عشان نزعل نفسك في الأزهر الشريف والأوقاف. نسعد ونشرف في المؤسستين إن شاء الله. أكيد طبعا يعني إن شاء الله. يعني أنا حزين إن أنا لا أنتمي لأي مؤسسة فيه. تشرف بك المؤسستين إن شاء الله يا أستاذ محسن. كنت خليتك قاعد في البيت. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ذكرى عطرة وذكرى جميلة، عشان عارف برضو الوقت يداهمنا، وكما قلت في الفقرة الأولى يعني وحاسبين تعالى الأستاذ حمدي مش مشكلة يعني ماشي. اللهم صل على محمد. عايزين حاجة جديدة أطفالنا نعلمها لهم وشبابنا، الدروس والعبر. عاوزين النهاردة يعني الفقرة دي بعنوان الهجرة النبوية دروس وعبر. عاوزين نستخلص بعض. انا عارف ان لو طالت الحلقات مش هننتهي من الايه، مش هنعد ولا نحصي هذه الدروس. استاذنك نبدا بسبب عشان يعني عشان ننجز في الوقت. سبب الهجره، او ما نصح قبل سبب الهجره، يعني هجره. عاوزين نعرف يعني نعرف الناس كده يعني هجره الاول. الحمد لله رفع السماء بلا عمد، ومهد الارض وجعل الجبال لها وتد، وأرسل إلينا خير نبي بخير كتاب، ومن علينا وأفاض علينا بأن جعلنا من خير أمة أخريت للناس. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد يا رسول الله أنك أرسلت داعية إلى الرحمن، فدعوت فاهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من ضلالات الهوى، وهديتنا إلى الواحد الديان. مرحبا بك يا أستاذ محسن. مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. مرحبا بالسادة المشاهدين. كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. اللهم أمين. الهجرة ربما يظهر لي ولك أن الهجرة ترك المكان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين معنى الهجرة فيقول: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ترك الذنوب، ترك المعاصي، ترك المحرمات، في كل شيء في حياتنا. يعني معنى هجر ترك الحرام وغادر وسابق إلى الرحمن. هذا معنى الهجرة. وسبحان الله يا أستاذ محسن، لو نظرت في كلام الحبيب النبي لرأيت ما أعده الله العلي للمهاجرين. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى الحاكم في المستدرك وابن حبان من حديث يرويه أبو سعيد الخدري، قال الحبيب النبي: إن للمهاجرين يوم القيامة منازل أو منابر من نور، تمام، وفي رواية منابر من ذهب يجلسون عليها، أمنهم الله من الفزع الأكبر. تمام يا شيخنا. يعني دلوقتي عشان برضو الجمهور عشان يفهم الحتة، الهجرة مش شرط فقط ترك المكان، ترك المكان لمكان، ممكن الهجرة أشياء كثيرة، أن أترك الحرام. لكن المقصود هنا في يعني في ذكرانا أو في هذه الذكرى العطرة هي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الانتقال من مكة إلى المدينة. كان فيها هجرة قبلها، لكن احنا النهاردة الهجرة إلى الحبشة. كان قبل كده الحبشة الأولى والثانية. لا، احنا النهاردة بنتكلم عن الهجرة النبوية إلى يثرب، أو التي تحولت بعد ذلك إلى اسم المدينة المنورة. تمام. استاذنك يا شيخنا نروح للشيخ محمد. تفضل. واحنا كده تعرفنا على الهجرة يعني ايه. نعم. عاوزين نعرف أسباب الهجرة. نعم. هجرة المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان أسبابها ايه عشان الصغار والكبار يعرفوا. نعم. حمدا لرب خصنا بمحمد فأخرجنا به من ظلمة ودياجري. يا رب صلي وسلم وبارك على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، من جسمه معطر مطهر منور، من اسمه مكتوب مرفوع محفور على اللوح والقلم، بدر الدجى ونور الهدى ونور الظلم، بدر الصبيحين وجد الصبيحين، بد جد الصبيحين وابن الذبيحين، قرة العينين سيد الكونين، الحبيب الزين، يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، أرحب بحضراتكم سادة المشاهدين. يظن البعض بأن رحلة الهجرة كانت مجرد انتقال للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكارم من مكان إلى مكان ومن أرض إلى أرض. أخذ مما قاله فضيلة الشيخ نفع الله به بأنه حدث التخلية قبل التحلية. لو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا القرآن الكريم اقتفى الأثر للرحلة المباركة من قبل أن تبدأ. فالله تعالى في سورة النحل
أشار بآية إلى الهجرة، فقال ربنا: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بعدها سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بعدها سورة العنكبوت التي تحدثت في صدر السورة أن هناك فتنة، ومن لم يفتن ويمتحن ويختبر فليس من المؤمنين الصادقين، بل إنه من الكاذبين. قال ربنا: ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بعدها يقص ربنا تبارك وتعالى على نبيه قصص الأنبياء السابقين، ونوحا إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه، ماذا كذبوا فأنجيناه وأصحاب السفينة، وإبراهيم إذ قال لقومه. ثم بعدها: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي أنه سيحدث صدام وسيحدث احتكاك وسيحدث كلام. ثم بعدها تجد آية غريبة، غريب وجودها في هذا المكان، ألا وهي: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. بعدها: كل نفس ذائقة الموت. بعد أن هيأ ربنا تبارك وتعالى صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم للرحلة النبوية المباركة التي هي أهم حدث أرضي أرضي، يقول: كل نفس ذائقة الموت. بعدها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، قرأ أهل الكوفة غير عاصم، لنثوينهم، أي لا يكونن مثواهم وجزاؤهم. لماذا هذا الكلام؟ أي أنك إن كنت ميت ميت، وأن كل نفس ذائقة الموت، فمن مات على التوحيد وخرج من أرض المعصية إلى أرض الطاعة وهجر ما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به واقتفاه، فإن الله تبارك وتعالى سيبوئه من الجنة غرفا. نسأل الله يجعلنا منهم. آمين. اللهم آمين. تحدثت كثيرا. نعم. لكن أحسن وجزاه الله خيرا. جزاه الله خيرا. قلت زالي أنا كجمهور، معلش أنا حضرتك عالم أزهر الشريف. نعم. وحضرتك كذلك. أنا نعم. عادي. ليس الخروج مجرد رحلة، بل نقول بأن الخروج كان له سبب الخروج. هذا الإيذاء الذي لقاه الصحابة الكرام، التضييق على الدعوة، الفترة الكبيرة التي مرت من البعثة وعدد المسلمين صغير، فالله تعالى كتب الخير في أرض أخرى وهيأ الصحابة، هذا التهيئ الذي نتحدث عنه، إلى مكان آخر وفي أرض أخرى، وانتظر الأنصار في المدينة. ونكمل إن شاء الله كما تسأل. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا شيخ محمد. شيخ محمد. شيخ محمد. شيخ محمد. شيخ سمير بن رحم الله أبي. نعم. تفضل. عاوز ندخل على طول برضه عشان الوقت يداهمنا، ويعني حضراتكم يعني بسم الله ما شاء الله مفوهين. قاعد كده في النص ما بتكلمش. جزاك الله أدبا. طبعا الأستاذ محمد الشيخ محمد يعني فارح من هذه من هذه القصة، لكن أنا سوف أكمل أمري إلى الله. نعم. شيخنا عاوزين نبدأ، يعني إحنا قلنا أسباب الهجرة يعني وأسباب الهجرة. عايزين بقى نبدا بقى في الدروس المستفاده. انا عارف ان في اعداد قبلها وفي وحاجات كتير قوي حصلت. لا انا عايز بقى ندخل على طول في الدروس المستفاده، بس بقى ايه يعني موقف موقف. احنا ماشيين كده من اول الاول خلاص نهائي لحد ما وصول الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره. نبدا حضرتك باول يعني حضرتك تختار براحتك، يعني اول درس نستفيد منه من هذه التضحيه. التضحية. التضحية. يعني رقم واحد التضحية. أرأيت الحبيب النبي يترك بلدا على ترابه نشأ، ويترك الأقران والعشيرة والأهل. صعبة طبعا. ثم ينظر النبي إلى مكة ويقول: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. الله. يبقى رقم واحد التضحية. وهناك أم سلمة تخرج تقول: لما هيأ لنا أبو سلمة البعير لنهاجر إلى مدينة رسول الله، فجاء بنو المغيرة فقالوا: غلبتنا على نفسك، فعلى ما تأخذ صاحبتنا؟ انت رايح فين ببنتنا احنا؟ فأخذوني منه. فجاء بنو عبد الأسد وقالوا: أخذتم صاحبتكم من صاحبنا، أخذتوا بنتكم وسبت رجلنا من غير واحدة، فعلى ما تأخذ ولدنا؟ فأخذوا سلمة ابنها.
ثم تشاد الولد، كل قبيلة عايزة تأخذ الولد، حتى خلعت ذراعه أو خلعت يده وأنا أشاهد. فأخذني أهلي وأخذ بنو عبد الأسد سلمة، وسافر وهاجر أبو سلمة، وفرق بيننا عام كامل وأنا أبكي، فأشفقوا علي من البكاء فخلوا سبيلي فجمع الله بيننا. بل اسمع بعدما تصلي على الحبيب النبي صهيب الرومي عندما يأتي ويريد أن يهاجر إلى مدينة رسول الله، استوقفه القوم، إلى أي مكان؟ قال أريد أن أذهب إلى رسول الله إلى المدينة. قالوا أتيتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تذهب بكل هذا المال؟ قال أإذا أعطيتكم مالي خليتم بيني وبين حبيبي وبين النبي؟ قالوا نعم فعلنا والله. قال المال في مكان كذا خذوه، فما إن ذهب إلى رسول الله حتى سبقه الوحي، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فإذا به يقابله النبي ويمشي إليه كالشمس وضحاها وكالقمر إذا تلاها وكالنهار إذا جلاها، فيقول ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. إنها التضحيات يا أستاذ محسن. جزاكم الله خيرا يا شيخ. خيرا جزاك يا حبيبي. الله عليك. احنا قلنا التضحيه والشيخ يعني بدا بالتضحيه. نعم. انا عايز بقى حضرتك بقى ايه برضو نبدا من الاحداث نفسها. نعم. من احداث الهجره. نعم. يعني مثلا التخطيط الجيد كان طبعا، يعني انا اقول ان فعلا كانت عمليه الهجره كانت اكبر عمليه مخابراتيه حدثت في العالم. نعم. نعم. كتمان نعم الصياغه والله يعني في حقيقه شاء الله. واكيد الـ يعني الـ مؤسسات المخابرات العالمية يعني تدرس هذا الموضوع، الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. نعم. الأخذ بالأسباب، جزاك الله خير. المواراة، حسن التوظيف، حاجات كتير قوي. وفي الموقف الرهيب ده الله. فيا شيخنا الفاضل عايزين برضو يعني احنا قلنا تضحية، الشيخ بدأ بتضحية. عايز حضرتك بقى تبدأ من نأخذ مما قلت الأخذ الله. بالأسباب التوكل. والكتمان الله. الله. والأخذ بالأسباب تعقبه معية الله تبارك وتعالى. ففي كل موقف خطط له المصطفى صلى الله عليه وسلم جيدا وقام بالأخذ بالأسباب كاملة يعقب كل موقف معية الله تبارك وتعالى. فذهب في كتمان شديد إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في وقت لم يعتد الصديق رضي الله عنه أن يذهب إليه رسول الله فيه، فطلب منه أن يخرج ابنتيه، فقال رسول الله إنهما ابنتاي، فقال أخرج من عندك يا أبا بكر. وبدأت الرحلة المباركة ولم يعرف بالرحلة إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه وارضاه وعبد الله بن أريقط الذي سيصحبهما. ذهب إلى الغار وجلس وتعقبهما كفار قريش وذهب إليهما. هنا التوكل على الله تبارك وتعالى بعد الأخذ بالأسباب تعقبه المعية. يقول الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هنا تأتي المعية. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما، وفي لفظة اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. تستمر الأحداث وينطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه فيجوعا، فيذهبا إلى أم معبد وخيمتها فيطلبان منها الطعام أخذ بالأسباب، فتقول لهما بأنه ليس عندها طعام ولا شراب، فينظران إلى شاه فيسألان عنها فتقول لهما إنها أجهدها التعب، فيطلبها النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي معها المعية، فيمسح عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم فتدر اللبن فتشرب المرأة ويشرب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويشرب صاحبه. ينطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم مع قائد الرحلة والذي يعرف الطريق عبد الله بن أريقط في مكان لا يعرفه أحد في ظلمة الليل، فيتبعهما سراقة، فتأتي معية الله تبارك وتعالى
بعد الأخذ بالأسباب والتوكل عليه، فيعطل ربنا تبارك وتعالى سراقة وفرسة. تقول السير: فساخت قدم الفرس في الرمال، فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، فيؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم ويوعده بالأمن والأمان. فالتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل، والأخذ بالأسباب تعقبهما معية. قال العلماء: معية ليست كأي معية، فإذا كانت معية الله للذين اتقوا والذين هم محسنون مشروطة بالتقوى والإحسان، فمعية الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه تشريفا وتعظيما لذات المصطفى صلى الله عليه وسلم ولذات الصديق رضي الله عنه وارضاه. فالكتمان والأخذ بالأسباب وحق التوكل على الله تبارك وتعالى كانوا من أسباب نجاح رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. مش عارف انا حبيبي عاوز امشي منكم. ربنا يبارك فيك يا استاذ محسن. ربنا يبارك فيك. الاستاذ الفاضل الشيخ الفاضل محمد عبد الصمد ذكر موضوع الاخذ بالاسباب، اخذ بالاسباب والكتمان. يعني ماشي الواحد بقى يتواكل ويسكت بالكتمان. في ناس، عشان بس اعرف بعض الناس المشاهدين، لا مش بعض المشاهدين بس، المتربصين بالاسلام والمسلمين، يقول لك كان هروبا، كان هروبا، كان خروجا، كان خوفا، كان خوفا، كان هروبا. اقول لهم لا، ده كان تخطيط، تخطيط تمام، تخطيط ما يخرش الميه زي ما بيقولوا. نعم. تمام. نعم. كده، واخذ بالاسباب والتوكل على الله تبارك وتعالى. مش لعب، مش حاجه، مش يعني انت هتروح تعمل حاجه كبيره في يثرب، مش ممكن حاجه كده هتبقى ايه صدفه وليده الصدفه كده. تمام كده. احنا ذكرنا التضحيه وذكرنا الاخذ بالاسباب والكتمان، ماشي. عايزين برضو حضرتك، يعني الشيخ محمد دخل على طول على مين؟ على الرحله. احنا كنا عاوزين ناخد كل موقف بالترتيب، مش مشكله. الشيخ محمد يعني حبيبنا، ماشي، هنتغاضى عن هذا. الله المستعان. عاوزك تقول لي الموقف بقى ساعه ما الناس كده قاعده كده في برلمان قريش زي ما بيقولوا، يعني دار الندوه، ماشي، وقعدوا يتفقوا كده، واتفقوا على ايه؟ على ان هم يروحوا يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه بقى، عشان حضرتك يعني هشرح للجمهور الموقف ايه كده في بيت رسول الله، وهيتصوروا الصوره ولا لا، ولا هيقتلوه ولا لا. تشرح للساده المشاهدين احنا استفدنا ايه من هذا الموقف. الله عز وجل يقول: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكانها رساله من رب العالمين: من كان الله معه فمن عليه. الحبيب النبي ما خاف، لأن الله قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. من العاصم للنبي؟ إنه الرب العلي القوي. الحبيب النبي عندما أرسل أو أوحى الله إليه أن هناك مؤامرة تدور على رسول الله، إما بالحبس وإما بالقتل وإما بالإخراج، ها هو يذهب إلى سيدنا أبي بكر الصديق. وهذا درس عظيم: الصاحب والصديق قبل الطريق. ده يعني ده حاجة رقم قل لمن تصاحب. تمام. أقول لك من أنت. تمام. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اختار صديقا يضحي بنفسه وبماله وبما يملك وبأسرته وبعبيده وبجنوده وبماله من أجل دعوة الرب العلي ومن أجل الحبيب النبي رسول الله. عندما يدخل ويقول له الصحبة فيبكي أبو بكر الصديق، فتقول أمنا عائشة: والله ما كنت أظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح إلا عندما رأيت أبي يبكي من شدة الفرح. قال الصحبة: يا رسول الله. الحبيب النبي يخرج ويمشي، فيمشي أبو بكر من أمامه مرة، ومن خلفه مرة، وعن يمينه طارة، وعن شماله طارة، ويدور من حوله: ما شأنك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أتذكر الطلب فأمشي خلفك، أتذكر الرصد فأمشي أمامك، أخاف عليك فأدور من حولك. فيطمنه من؟ يطمنه الحبيب النبي: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الحبيب النبي اختار الصديق رضي الله عنه، الذي ما إن أراد النبي أن يدخل إلى الغار حتى قال له: قف مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. كيف؟ ليس معه إمكانيات يا أستاذ محسن. تمام. شيخ محمد. نعم. فمزق الثوب وأخذ
لا ضحف الجحر، هذا لعقرب وهذه لحية وهذا لثعبان، حتى لم يبق إلا جحر فوضع فيه القدم. لدغه الثعبان أو لدغته حية أو عقرب على اختلاف الروايات، لا يستطيع أن يتألم، السم يخالط الدم، لا يستطيع أن يبكي ولا حتى يصرخ. لما؟ لأن رسول الله قد نام وأعي من شدة التعب على قدمه، فسقط الدم على خد رسول الله. ما بك يا أبا بكر؟ لا شيء. ما بك يا أبا بكر؟ لدغني ثعبان. فوضع النبي بسم الله وكان الشفاء التضحية من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تمام. عشان للأسف الشديد برضو يقولنا الوقت، ويعني الله يسامحه الأستاذ. والله يعني الموضوع عاوز يعني ساعات نشرح فيها، وإن شاء الله تعالى الهجرة على فكرة يعني ما كانش في يوم واحد، يعني عشان برضو أقولها على هوائي الأستاذ حمدي، يعني الهجرة يعني هيبقى أكثر من لقاء في موضوع الهجرة، وهنكمل الدروس المستفادة إحنا حضرتك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى يعني ماشي. إحنا قلنا اصبروا شوية يا جماعة، والله هنختم دلوقتي ماشي. أنا آسف جدا، المفروض كنا يعني أكملنا موضوع ال أستاذ أنا محمد بختم، والله أنا بختم. تمام اسمع جزاكم الله خيرا. ماشي. جزاكم الله خيرا، وان شاء الله تعالى هنكمل يعني ان شاء الله على يعني الاسبوع القادم او الاسبوع ده ان شاء الله حلقه كامله ان شاء الله تعالى، واوعدكم بها انا لو وعدتكم بها بقى عن الهجره ان شاء الله تعالى، نكمل الدروس المستفاده في الهجره. لسه في حاجات كتير قوي، وموقف كل موقف هنمسكه ان شاء الله تعالى هنفسره وهنطلع منه العبر والعطات. انا اسف جدا عشان الوقت داهمنا للاسف الشديد، ويعني يلا حسبنا الله ونعم الوكيل. في الاستاذ حمدي هذا الوقت، اشكر فضيله الشيخ محمد سمير البنا من علماء الازهر الشريف، واشكر فضيله الشيخ محمد عبد الصمد من علماء الازهر الشريف. مشاهدينا الكرام يعني متاسف جدا الوقت داهمنا، والا نلتقي بكم في حلقات قادمه ان شاء الله تعالى. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.